فقرتنا نتحدث فيها عن تخريج الدفعة الأولى من طلبة البكالوريوس بالجامعة السعودية الإلكترونية، فيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة البكالوريوس بالجامعة السعودية الإلكترونية والدفعة الثانية من طلبة الماجستير في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا ضيف بالاستديو البروفيسور عبد الله النجار، وكيل الجامعة للشؤون التعليمية بالجامعة السعودية الإلكترونية. مرحبا فيك، بداية صباح الخير. حياك الله. صباحك. حياك الله. بداية ودنا تعرف المشاهدين عن الجامعة السعودية الإلكترونية والفرق بينها وبين التعليم عن بعد. في البداية أود أن أشكر التلفزيون السعودي ممثل في القناة السعودية الأولى على إتاحة هذه الفرصة للجامعة السعودية الإلكترونية أن تتواجد مع أبناء المجتمع السعودي. كذلك يسرني في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين على إعلان رؤية المملكة 2030، والتي إن شاء الله سيكون لها صدى قريب وتأثير إيجابي كبير جدا على مجتمعنا الحبيب. بالنسبة لسؤالكم عن الفرق بين اللي هو التعليم في الجامعة السعودية الإلكترونية والتعليم عن بعد، الجامعة السعودية الإلكترونية تنتهج أسلوب جديد في العملية التعليمية. في البداية هي جامعة سعودية حكومية تحت مظلة وزارة التعليم العالي، تم إنشائها في عام 1432. بدأت من ذلك الحين في قبول الطلبة من تلك السنة، ولله الحمد والمنة هذه السنة هي تخريج أول دفعة من دفعات هذه الجامعة الفتية. التعليم في الجامعة السعودية الإلكترونية ينتهج ما يسمى بالتعليم المدمج. التعليم المدمج هو تعليم يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني، ويستفيد من الوقت ويستفيد من المكان، ويركز بشكل كبير على اللي هو تنمية أو الاستثمار في المحتوى وليس الاستثمار في المباني وغيرها من الأمور التي قد تسبب تكلفة إضافية على العملية التعليمية. فبالتالي الطالب عندنا في الجامعة السعودية الإلكترونية يحضر يوم واحد في الأسبوع حضور مباشر في القاعة الدراسية، يتواصل مع الأستاذ، يحاول أن يستشرف من خلال تواجده مع الأستاذ الصعوبات التي مرت به من خلال اللي هو اطلاع على المحتوى الأكاديمي المطور والموجود على اللي هو وسائل الاتصال الحديثة اللي هي الإنترنت، وعلى اللي هو المنصة التعليمية التي تستخدمها الجامعة السعودية الإلكترونية وهي نظام البلاك بورد. نعم. فهو يختلف بالكامل عن اللي هو التعليم عن بعد اللي يكون تدريس أونلاين بشكل كامل، ويكون في عملية التواصل بين الأستاذ والطالب معدومة بالكامل. نعم. صحيح. هنا الآلية تعتمد على الدمج بين الحضور المباشر وبين أيضا الدراسة عن بعد. بالنسبة لي هذا النوع الجديد اللي يطبق فيه يعني أكثر تطورا جامعات العالم تطورا، واللي لكم أيضا علاقات وشراكات معها من خلال الجامعة السعودية الإلكترونية في جامعات عالمية، في هناك جامعات أجنبية موجودة وفي شراكات للاستفادة منها أيضا من الخبرات التدريسية فيها. حدثنا شوي عن هذا الجانب وماذا توفر أيضا للطالب السعودي ليتمكن من الاستفادة في الجامعة السعودية الإلكترونية. نعم، الجامعة السعودية الإلكترونية حرصت كل الحرص على الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال. الآن الأدبيات على مستوى التعليم العالي تنص على أن كثير من الجامعات على مستوى العالم قرابة من 35 إلى 50% خلال العشر سنوات القادمة سيتحولون إلى ما يسمى بالتعليم المدمج أو استخدام التقنية في العملية التعليمية، استخدامها بشكل كبير. نعم. والتخلص تدريجيا من المباني التي تكون فيها نوع من اللي هو التكلفة في الصيانة، التكلفة في عملية المتابعة، عملية النظافة وغيرها من هذه الأمور. كل هذه الأمور ستتقلص ويتم التركيز على اللي هو
ما ذكرناه المحتوى التعليمي المتميز الذي يستطيع الطالب من خلاله الوصول إلى المعلومة بالشكل الصحيح وبالشكل الدقيق. الجامعة السعودية الإلكترونية لديها شراكات متميزة مع جامعات أمريكية ومع جامعات في نيوزيلندا. الجامعات الأمريكية التي اسمح لي دكتور، بشراكة مع مضطرين نقاطعك للأسف، راح ننتقل لغرفة الأخبار وآخر الأخبار وأهمها إلى هناك. حياكم الله مشاهدينا الكرام، بداية ساعتنا الثانية من صباح السعودية، نسعد بكل من انضم إلينا للمتابعة واللي بادي معنا أكيد صباحا حياكم الله، وكل الشكر لزميلنا سعد الشبلان من غرفة الأخبار على طبعا قراءة موجز الأخبار. وخلينا نرجع مرة ثانية للقائنا، وراح أعيد الترحيب وأيضا ضيفنا البروفيسور عبد الله عمر النجار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية بالجامعة السعودية الإلكترونية لنستكمل حوارنا معاه مرة ثانية. أسعد الله صباحك دكتور. الله يصبحكم بالخير إن شاء الله. حياك الله. كنا يعني قبل لا ننطلق إلى موجز الأخبار نتحدث عن العلاقات والشراكات بين الجامعة السعودية الإلكترونية والجامعات الأجنبية، وأيضا جلب عدد كبير من البرامج الجديدة التي تتيح الفرصة للطالب السعودي بأن يعني يستفيد من هذه الجامعات وهذه المواد الجديدة والبرامج اللي تطرح باستمرار. حدثنا أكثر عن هذه النقطة. نعم، الجامعة السعودية الإلكترونية حرصت كل الحرص على الاستفادة من الخبرات العالمية فيها هذا الإطار، وليس البدء من اللي هو نقطة الصفر حتى يكون في نوع من الاستمرار للي هو المعرفة في هذا الجانب، واستمرار لعملية لعجلة التعلم والتعليم. فلجأت إلى بعض الجامعات الأمريكية مثل جامعة ولاية كولورادو الحكومية، وكذلك جامعة فلوريدا، معهد فلوريدا للتقنية، وكذلك جامعة فرانكلين. هذه الجامعات في أمريكا، وواحدة من وجامعة أوهايو كذلك في أمريكا، إضافة إلى اللي هو جامعة أوكلاند في نيوزيلندا. الهدف الأساسي من الاستفادة من هذه الجامعات هو الاطلاع على ما وصلوا إليه، آخر ما وصلوا إليه، وكذلك الشراكة معهم في العملية التعليمية في التدريس وكذلك في تطوير المحتوى. ولله الحمد والمنة نجحت الجامعة في هذا الموضوع، ولذلك استطاعت أن تبدأ من السنة التي صدر فيها قرار الإنشاء. فإحنا أنشأت الجامعة أو صدر قرار إنشاء الجامعة في عام 1432، وفي بداية عام 1433 بدأت الجامعة في قبول أول دفعة من دفعات الطلبة، وكانت عددها يعني كانت منتشرة في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، ولله الحمد والمنة، واليوم إن شاء الله نحتفل بتخريج أول دفعة منهم. نعم. جميل. حدثنا يا دكتور عن مخرجات التعليم في هذه الجامعة، التخصصات الموجودة. أنا قريت عن الجامعة اللغة الإنجليزية مطلوبة شرط أساسي. نعم. للانضمام لهذه الجامعة. نعم. أبرز التخصصات، وأيضا حدثنا عن الرسوم المحددة للانضمام لهذه الجامعة. نعم. الجامعة السعودية الإلكترونية تقدم برامج في من خلال 4 كليات: كلية إدارة الأعمال وإدارة الأعمال، وكلية الحوسبة والمعلوماتية، وكلية العلوم الصحية، وكلية العلوم والدراسات النظرية. إدارة الأعمال فيها 4 برامج تقدمها الكلية: برنامج التجارة الإلكترونية، وبرنامج المحاسبة، وبرنامج المالية، وبرنامج الإدارة. هذه 4 برامج تقدمها كلية إدارة الأعمال. الآن شغل 3 برامج منها ما عدا المالية لم يتم القبول عليه، سيتم القبول عليه إن شاء الله في الفصول القادمة بمشيئة الرحمن. كلية الحوسبة والمعلوماتية هناك برنامج تقنية المعلومات الآن فاعل ومقبول عليه طلبة، وهناك برنامج إن شاء الله آخر سيكون متاح للطلبة في القريب العاجل، وهو برنامج اللي هو علوم الحاسب إن شاء الرحمن. كذلك كلية
العلوم الصحية، هناك برنامجين فيها، برنامج المعلوماتية الصحية، واليوم نحتفل بتخريج أول دفعة من هذا البرنامج. وبرنامج الصحة العامة سيبدأ بمشيئة الرحمن الفصل القادم القبول فيه للطلبة والطالبات إن شاء الله. كلية العلوم والدراسات النظرية هناك في ثلاث برامج، برنامج القانون وبرنامج الإعلام الإلكتروني وبرنامج اللغة الإنجليزية التخصصية. برنامج هذه الكلية تقدم البرامج تبعها باللغة العربية، أما الثلاث كليات تقدم البرامج تبعها باللغة الإنجليزية. الهدف الأساسي من وجود كلية العلوم والدراسات النظرية هي إتاحة الفرصة لبعض اللي هو الطلبة الذين لا يعني يتقنون اللغة الإنجليزية بمهارة، أن يحصلوا على الدرجات العلمية ويتمكنوا من خدمة هذا البلد. برنامج اللي هو عندنا المتميز في هذه الكلية، أو يعني إحنا نرى أن كلها يعني تصب في يعني احتياجات سوق العمل، اللي هو القانون، وأخذنا فيه كل اللي هي المحاكم والتطور الذي مر على اللي هو النظام القضائي في المملكة. واستطعنا أن نبني الخطة بما يخدم هذه التفريعات الموجودة في النظام القضائي في المملكة. فبالتالي الخريج سيتاح له الفرصة أن يخدم هذه القطاعات جميعا بمشيئة الرحمن، وهذا يحاكي رؤية المملكة في 2030، بمعنى إتاحة الفرصة للشباب السعودي وتوطين الوظائف بمشيئة الله، والمحاولة إلى سد اللي هو الاحتياج سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام. ونحن نهدف ونركز بشكل كبير على القطاع الخاص بشكل يعني جدي. النقطة الثانية، برنامج اللغة الإنجليزية التخصصية، احنا طرحنا اللغة الإنجليزية بطريقة مختلفة عن ما هو موجود في اللي هو الجامعات السعودية، بمعنى أن نريد أن نعرف في أي قطاع تريد أن تعمل، ونخرجك بتخصص لغة إنجليزية يخدم هذا القطاع، بمعنى أنك تعمل في الإعلام نخرجك لغة إنجليزية تركز على الجانب الإعلامي. أنت تخدم في القطاع القضائي نخرجك بلغة إنجليزية تخدم القطاع القضائي، وهكذا. فبالتالي في مثل هذا الاستخدام أو اللي هو الطرح لهذا البرنامج وهذا النوع من التخصص سيتيح الفرصة للشباب السعودي بأنه يخدم في القطاعات المختلفة، ويجد وظيفة بسهولة أيضا. ويجد وظيفة بسهولة. صحيح. كذلك بالنسبة لبرنامج الجديد اللي احنا طارحينه اللي هو برنامج الإعلام الإلكتروني، بيكون من البرامج المتميزة التي تخدم اللي هو هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج بالفعل إلى اللي هو ضخ أعداد كبيرة من الشباب السعودي فيه خدمة لهذا القطاع وتغطية الاحتياجات. جميل. بالنسبة يعني ما شاء الله كل هذه البرامج وكل هذه طبعا تخصصات اللي ممكن تتيح الفرصة فعلا للشباب إن هم يطوروا من مهاراتهم ويحصلوا على الشهادات العلمية، ولليوم تحتفون بالجامعة بتخريج عدد ما شاء الله منهم سواء درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير. حدثنا شوية عن التخريج اليوم، وخلينا يمكن من بداية الصباح نبارك للخريجين ونقول لهم بإذن الله أنها بداية إن شاء الله لأنهم يكونوا فعلا يضافوا إلى السواعد الوطنية اللي تخدم الوطن. حدثنا شوية عن التخريج وعن عددهم اليوم. في البداية يسعدني أن أهني أبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات في لحصولهم على درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في التخصصات التي بذلوا جهدا كبيرا للحصول عليها. كذلك أهني البلد بهذه الكوكبة المتميزة التي نحن نراهن عليها بمشيئة الله أن تكون يعني عونا تحقيق اللي هي رؤية المملكة بمشيئة الرحمن في 2030، هم وزملائهم الآخرين من الجامعات ومن اللي هو القطاعات المختلفة في البلد. عندنا عدد الخريجين اللي بيتخرجون اليوم إن شاء الله مساء اليوم قرابة اللي هو 396 طالب وطالبة، منهم قرابة اللي هو 300 طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس و100 طالب وطالبة في مرحلة الماجستير. سيكون
يكونون من 4 مناطق من المملكة، من المنطقة الشرقية بالدمام والرياض، من منطقة الرياض، وكذلك من جدة والمدينة المنورة. التخصصات التي يحملونها في هذه الدفعة اللي هم تخصص التجارة الإلكترونية والمحاسبة بالنسبة لخريجي الإدارة، وكذلك اللي هو تخصص اللي هو تقنية المعلومات خريجي الحوسبة، وتخريج اللي هو مجموعة من اللي هو الهيلث انفورماتيك اللي هم المعلوماتية الصحية بالنسبة لخريجي اللي هو العلوم الصحية. هذا بالنسبة لمرحلة البكالوريوس. مرحلة الماجستير عندنا تخصص سيكونون يعني من ضمن هذه الدفعة اللي هم تخصص الأمن المعلومات في كلية الحوسبة والمعلوماتية. جميل. وكذلك تخصص اللي هو إدارة الأعمال التنفيذي اللي هو الـ MBA. ويكون كذلك من المناطق المختلفة. جميل. آخر سؤال دكتور، ونحن نعيش نشوة إقرار التحول الوطني 2030، كيف تستشرف المستقبل فيما يخص قطاع التعليم باختصار إذا سمحت؟ 2030 كرؤية للمملكة كان فيها يعني تأكيد وتركيز على جوانب مختلفة، منها الجوانب التعليمية، الجوانب الاقتصادية، الجوانب التنموية. التعليم سيكون له بمشيئة الرحمن دور بارز في هذا الموضوع. وزارة التعليم ممثلة في معالي الوزير الأستاذ الدكتور أحمد العيسى، يعني أول ما صدرت الموافقة على هذه الرؤية بدأ في الخطوات التنفيذية والإجرائية لغرض اللي هو وضع اللي هو اللمسات التنفيذية أو الخطة التشغيلية لتنفيذ هذه الرؤية. وبمشيئة الله سنكون جميعا عونا لهذا الموضوع، وسنبذل قصارى الجهد في تحقيق رؤية المملكة ورؤية قيادة رشيدة في هذا الموضوع. إن شاء الله أكيد من خلال استثمار طاقات الشباب وتحويلها إلى قوة كبيرة تخدم المملكة والوطن وأيضا تحقق الازدهار في كل القطاعات. كل شكر لتواجدك معنا في هذا الصباح ولمشاركتك لنا الاحتفال بالخريجين. ضيفنا في الاستوديو البروفيسور عبد الله عمر النجار، وكيل الجامعة للشؤون التعليمية بالجامعة السعودية الإلكترونية. شرفتنا اليوم، شكرا جزيلا. شكرا لك، يعطيك العافية.